التأليف المدرسي للسيدات والسادة النواب المحترمين من المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، عن التأليف المدرسي نسائلكم. جواب السيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، السيد النائب المحترم، إشارة في البداية أن الكتب المدرسية عرفت استقرارا منذ 2002 إلى 2016، وخلال هذه الفترة تقريبا واحد 390 كتاب مدرسي التي تم تداوله وتم المصادقة عليه من طرف الوزارة حسب توجيهات الميثاق الوطني. بعد مرور 14 سنة كان من الضروري إعادة النظر في هذه الكتب المدرسية، ولا سيما بعد مصادقة على مدونة الأسرة في 2004، دستور المملكة في 2011، الإحصاء العام 2014، الرؤية الاستراتيجية 2015، تقسيم الجهوي 2016، واعتمدنا ما نسميه بالمنهاج المنقح في 2016. هذا المنهاج المنقح كان على أساسه إعادة النظر في الكتب المدرسية. غير نعرف واحد القضية، بأن زمان المنهاج على المستوى الدولي هو 10 سنوات، وزمان الكتاب المدرسي هو 5 سنوات، حنا وصلنا 14 سنة. هذا المنهاج، على اساس هذا المنهاج تم اعاده النظر في واحد المراجعه شامله للكتب المدرسيه. 29 كتاب مدرسي التربيه الاسلاميه من السنه الثانيه الى البكالوريا، 12 كتاب ديال الفرنسيه من السنه الخامسه والسادسه ابتدائي والاعدادي، 23 كتاب السنه الاولى والثانيه اللي بدينا بهم في 2018، 26 كتاب مدرسي السنة الثالثة والرابعة بدينا فيهم هذا الدخول 2019، ونشتغل اليوم في إعادة النظر في كتب ديال الخامسة والسادسة اللي واحد الشطر منهم غيبداو في 2020 والشطر الآخر في 2021. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم. سيد الوزير المحترم، الملاحظ هو أنه ليس هناك توحيد على مستوى التأليف المدرسي في السنوات الأخيرة، مما أعاق كثيرا منظومة المناهج وشكل حيفا بالنسبة للتلاميذ في نفس المدينة. الغريب أنه هناك نوع من التبضيع في المقررات الدراسية نلاحظه بتغيير العناوين ديال نفس المادة في نفس المدينة بين المقاطعات. نجد بأن المقاطعة أ فيها موجود ألف موجود فيها مقرر، والمقطع ب مقرر آخر من نفس المادة، فقط هناك تغيير في الاسم سيد الوزير. كذلك بأن أصبحت تجارة هذه سيد الوزير تؤثر الآن على مستوى استهلاك الورق، وهذا أيضا له علاقة بالبيئة. قيس على ذلك أيضا أننا أمام مناهج يجب رعاية المضمون المقرر سيد الوزير، مضمون المقرر في كثير من الأحيان مضمون ليس بالإيجابي، رغم أننا نحيي ونتمين عدد من الإجراءات التي تقومون بها من المراقبة والمتابعة، لكن وجب أن يكون هذه المضمون ويكون هذه المقررات في المستوى العالي لكي تجعل التلاميذ تلقون تكوينا قويا. من جهة أخرى سيد الوزير، والتأليف المدرسي ليس فقط حكرا على السك الثانوي والإعدادي والابتدائي، كذلك إلى الجامعة. اليوم في الجامعة هناك فراغ في إنتاج المقررات الجامعية والكتب الجامعية، فقط الاكتفاء بالبحوث أو ما يسمى بالبوليكوب بين قوسين. هناك أزمة. قيس على ذلك أن سرقة البحوث العلمية والقرصنة العلمية الآن أصبحت تشكل خطرا على المنظومة الجامعية، والذين أمثلة كثيرة في هذا الباب، حتى أصبحنا أمام يعني قرصنة لمجموعة من الرسائل والأطاريح التي اليوم غدا سيصبح على إثرها عدد من الأساتذة باحثين أستاذ جامعيين بأطاريح وبوحوث مصورة ومقرصنة. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي. في بعض الثواني سيد الوزير. واحد نقطة مهمة، لم يتم التغيير في الأثمنة منذ 2002. الأثمنة محددة من طرف واحد اللجنة بين الوزارات. شكرا سيد الوزير.